بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، نظمت وزارة الداخلية استعراضا ميدانيا عكس التوجه الأصيل في تعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني من خلال مشاركة المواطنين والمقيمين احتفالاتهم بهذه المناسبات الوطنية الغالية. وفي هذا الإطار قدمت وزارة الداخلية عصر اليوم ومن خلال تشكيلات ضمت إداراتها المختلفة استعراضا عسكريا بمحافظة المحرق حضره جمهور غفير من المواطنين والمقيمين، وتضمن طابور المشاة عرضا للحركات والتشكيلات العسكرية الذي قدمته شعبة الخيالة وفرقة الهجانة وحرس الشرف والفرقة الموسيقية للشرطة التي قدمت مقطوعات موسيقية ذات طابع وطني أصيل، فيما أبدى جمهور الحاضرين أعجابا وتقديرا واضحا بمستوى العرض والأداء الراقي الذي قامت به الفصائل المشاركة، ما يعكس قدرا عاليا من الانضباط ودقة الأداء، وتشكل هذه الفعالية خطوة إضافية تستهدف تعميق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعزيز الشراكة المجتمعية باعتبارها آلية رئيسية في استراتيجية التطوير والتحديث والتي تنتهجها وزارة الداخلية بهدف مد جسور التواصل مع المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني.